أحيا أطفال قطاع غزة يوم الطفل العالمي بفعالية مركزية نظمتها مؤسسة إنقاذ الطفل مكتب فلسطين، مسيرة انطلقت من ساحة الجندي المجهول إلى مقر الأمم المتحدة غربي القطاع. وحمل الأطفال لافتات تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسات الطفولة في العالم بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطفولة. المزيد مع مراسلنا من غزة باسل خلف. أكثر من 200 طفل فلسطيني يشاركون في هذه الفعالية المركزية هنا في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة لإحياء يوم الطفل العالمي. هنا مرح أبو شلبي إحدى الطفلات المشاركات وهي ابنة شهيد. رسالتك في هذه الفعالية اليوم من غزة. نحن نطالب اليو ان دي بي بحقوق الطفل مثل حق الحرية، ونرفض الاحتلال الإسرائيلي بما تفعله بشبابنا وأطفالنا ونسائنا مثل الاعتقال. إنهم اعتقلوا الطفل محمد مناصرة، ماذا فعل لهم؟ إنهم لم يفعل شيء لهم. شكرا لك. أنا أرى مرح أيضا تحمل جاستيك العدل من هنا من قطاع غزة، بالإضافة إلى أعلام فلسطين في هذه الفعالية التي يحيي بها أطفال قطاع غزة يوم الطفل العالمي.